أنا وايد أحبك. أنا وايد أنا بعد أحبك. لا أنا مو بس أحبك، أموت فيك. مريم أنت حبيبتي، أنت حبي الوحيد، ما فكر أحد غيرك. أحس إني أنا أسعد إنسانة بالدنيا. أنا ما أرتاح مع أحد في الدنيا مثل ما أرتاح مع دانا. كل يوم أكون فيه ويا بعض بالنسبة للمناسبة. عندها قدرة مو طبيعية تفهمني وتتفهم أي حال أمر. شو دانا؟ شو الجمال؟ شو الحلال؟ أصعب شيء بحياتك إنك أنت تعيش مع إنسان أنت ما تحبه وما تقدر تكمل وتعيش معاه. علاقة معاك علاقة شغل وبس. أريام إن شاء الله تأخذ ولد عمها. لو سمحت طلقني وبهدوء. شلون تقولين حدانا على علاقتنا؟ الشر ما في منا اثنين. قريب راح تعرفين من اللي راح تنسحب من حياتك. أنا ولا أنت؟ أنت يا بشار أستاذ بالنصب. أبي يكون نسخة منك عشان اللي غاب واحد الثاني يكون موجود. أريام إذا بدك تحبي حدا مو تخنقيه وتتملكيه. أنا كنت أحبها وأنا ما أنا لو كنت أبيك كان ما هديتك من البداية. بصراحة أنا تعبت من أريام. أنتين مو أكثر من علاقة حب فاشلة بحياتك بشار. أنا بالنسبة لك مو أكثر من لعبة. لازم تنصح. كل اللي أقدر أقوله إن القرار بالنهاية بيد بشار. حبكم هذا لازم يخليكم توافقون على زواج محسن مني. على زواج. أبي منك كلمة واحدة واضحة وصريحة. أنت تحبينه وتبين تتزوج ولا لا؟ أعتقد أريابي هي. إيش قاعد تقول؟ أنت ينيت إنك تحبي حدا يعني تعطيه حريته بالحب، يعني تخليه يحبك على طريقته هو مو على طريقتك. أنا بين قلب أريام اللي تخلت عن زوجها وولدها وحياتها بين قلب دانا اللي أنا كل حياتها.